أم ناصر شنو موقعها في حياة أبو ناصر؟ والله أم ناصر الله يحفظها ويحفظ أولادها هي الكل في الكل، هي اللي قاعدة تنظم حياتي كلها، تنظم حياة أولادي كلها، وهي اللي هي حتى المصروف هي اللي تعطيني حتى المصروف، حتى آخر سنتين ثلاث يعني حتى دراهمي ما هي اللي تعطيني المصروف. فأم ناصر هي الكل في الكل، ويعني إذا كان في شخص يستاهل أني أعتذر له على التقصير في حياتي فأكيد أنها زوجتي هديل، يعني بالتأكيد أنها متحملتني وأنه أنا مقصر معها ومع الأولاد في أشياء، لكن أعتقد أنها هي والأولاد عاذرين يعني. فهي عنصر مهم، ويقول لك الإنسان مو عندنا إحنا العرب يقول لك أن الحرمة تيجي ويجي معها الخير ويجي معها يتغير مع يعني يا تجيب خير يا تجيب شر. فأم ناصر يعني ركن أساسي ومحوري في حياتي. فالمقولة إذا قلنا اللي دائما تقال وراء كل رجل ناجح امرأة عظيمة، ينطبق هذا الحين على أنا أقول جنب كل رجل ناجح امرأة عظيمة، أنا جنب أشوف نعدلها مو وراء، أي أنا أشوف أنه مناصر جنبي مو وراء. إذا تبي تقول لها كلمة الحين من لندن عبر هالبرنامج الحين، يعني جملة مو جملة إيه؟ أكيد تبغين تكوني معي في لندن في لندن بس أنت عارفة أني أشتغل وحشيني كثير، وزي ما قلت لك في شخص يستاهل أني أعتذر له فهي على أي تقصير في الخمستاشر سنة اللي راحت هذا. مرة ثانية بكل تأكيد يعني هم أكيد مقدرين وهي أكيد مقدرة حجم المسؤوليات والعمل اللي أنت قاعد تسويها لهم وللبلد يعني، وإحنا أيضا ننتهز الفرصة من لندن ووجه لها أيضا تحية على كل المجهود اللي قاعد تقوم فيه.